السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم القانون الثالث لنيوتن. حينما يؤثر جسم بقوة فعل في جسم آخر، فلا بد للجسم الثاني أن يؤثر بقوة رد فعل على الجسم الأول. إذن فالتأثير بقوة على جسم يتطلب تفاعلا. التفاعل هنا المقصود به أي تأثير متبادل بين الجسمين. لدينا هنا شخص والحبل، هذه تمثل قوة شد الشخص للحبل، وهذه تمثل قوة شد الحبل للشخص. هنا الكتاب، هذه تمثل قوة وزن الكتاب للأسفل، وهذه قوة رد فعل الطاولة للأعلى. فحينما يتنافر المغناطيس الأيمن مع المغناطيس الأيسر، فإن المغناطيس الأيسر يتنافر بقوة مساوية، هي المغناطيس الأيسر قوته في هذا الاتجاه، المغناطيس الأيمن قوته في هذا الاتجاه، فإنه يتنافر بقوة مساوية لقوته في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه. وقد عبر نيوتن عن ذلك بقانونه الثالث الذي ينص كالتالي: إذا تفاعل جسمان ألف وباء، لنفرض الشخص هو الجسم ألف والعمود هو الجسم باء، فإن القوة التي يؤثر بها باء على ألف تساوي في المقدار وتعاكس بالاتجاه القوة التي يؤثر بها ألف على باء. مثلا الشخص يدفع العمود بقوة، إذن هذه قوة تأثير ألف على باء، فباء يرد على الشخص بقوة في هذا الاتجاه، نسميها إف باء ألف، القوة التي يؤثر بها الجسم باء على ألف. ويعبر رياضيا عن هذا القانون على نحو التالي: F1 2 تساوي ناقص F2 1. المقصود بالواحد واثنين هذه مقصود بها قوة تأثير الجسم واحد على الجسم اثنين، و F2 1 هي قوة تأثير الجسم اثنين على الجسم واحد. عندنا مجموعة قوى تؤثر على بعضها البعض. الجسم هنا الكتاب، وهنا الطاولة، التفاحة واليد، المدفع والقذيفة، المدفع والأرض، الزورق والماء، المضرب والكرة، هي الاسمين اللي عم تظهر بينهما قوة الفعل ورد الفعل. نتساءل هنا: إذا كانت القوى على شكل أزواج، فلماذا لا يلغي تأثير أحدهما الآخر؟ الجواب: لأن كل من القوتين تؤثر على جسم مختلف، ما عم يأثروا على جسم واحد. مثال هنا عندنا: هذه القوة للون أبيض هو قوة تأثير الرجل على القارب، والقوة للون بني أو أصفر هي قوة تأثير القارب على الرجل، إذن الجسمين هما القارب والرجل. عندنا هنا هذا الرياضي، هذه القوة تمثل قوة دفع الرياضي للأرض، وهذه القوة هي قوة رد فعل الأرض على الرياضي. هنا رياضي يسبح فيدفع الماء، يدفع الماء في هذا الاتجاه، وفالماء يدفع الرياضي في هذا الاتجاه، لذلك يتقدم إلى الأمام. عندنا هنا متسلق جبال، المتسلق يشد الحبل في هذا الاتجاه، والحبل يشد المتسلق في هذا الاتجاه، قوتين متساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه، لذلك يصعد المتسلق إلى الأعلى. وهكذا، فإنه يمكن استخلاص النتائج الآتية من قانون نيوتن الثالث: الفعل ورد الفعل يمثلان زوجا من القوى المتبادلة، فلا توجد قوة منفردة في الطبيعة، هي رقم واحد. يؤثر الفعل في جسم ورد الفعل في جسم آخر، ولا يؤثران في جسم واحد، هذه اثنين، إن الكتاب والطاولة. في الرسم أنها توجد قوة مفقودة، وضح هذه القوة على الرسم. عندنا الجسمين، البندقية جسم والقذيفة جسم، إذن هذه قوة الدفاع القذيفة في هذا الاتجاه، عندنا قوة رد فعل البندقية في هذا الاتجاه، إذن الجسمين البندقية والقذيفة. عندنا هنا المدفع، المدفع والقذيفة التي تنطلق من المدفع، القذيفة ستنطلق في هذا الاتجاه، المدفع سينطلق في هذا الاتجاه. أيضا عندنا المدفع والأرض، المدفع سيتحرك في هذا الاتجاه والأرض ستدفعه في هذا الاتجاه.
الفعل ورد الفعل قوتان من النوع نفسه، فإذا كان الفعل قوة كهربائية فمثلا يكون رد الفعل قوة كهربائية، هي رقم 3. ينشأ الفعل ورد الفعل معا ويختفيان معا، هذه 4. القانون الثالث لنيوتن قانون قوة وليس قانون حركة، فهو يعبر عن القوى التي تنشأ بين الأجسام المتفاعلة بغض النظر عن حالتها الحركية، هذه رقم 5. أصل القانون فلسفي، إذا افترض نيوتن وجود القوى في الكون على شكل أزواج بحيث تتفاعل مع بعضها البعض مسبب الفعل ورد الفعل، فمثلا لو كانت كتلتك على سطح الأرض 80 كيلو جرام، فهذا يعني أن وزنك 800 نيوتن تقريبا، مما يعني أن الأرض تجذبك نحو مركزها بقوة 800 نيوتن، وفي نفس الوقت فأنت نفسك تجذب الأرض بقوة 800 نيوتن، هذه الأرض وهذا الشخص على الأرض، الأرض تجذبك بقوة 800 نيوتن وأنت تجذب الأرض بقوة 800 نيوتن، لماذا لا تظهر قوة جذبك للأرض؟ لأن كتلتك تساوي 80 كيلو جرام، أما كتلة الأرض لكتلة الأرض تساوي تقريبا 6 × 10^24 كيلو جرام، كم ل 80 تمثل من هذا العدد؟ قيمة صغيرة جدا، لذلك نستطيع أن نلاحظ العجلة التي نتحرك بها على سطح الأرض ولا نستطيع أن نلاحظ العجلة التي تتحرك بها الأرض لفارق الكتلة. نتذكر أن قانون نيوتن العجلة تتناسب عكسيا مع الكتلة، الكتلة كبيرة جدا العجلة صغيرة جدا. أهم تطبيقات هذا القانون في حياتنا فمنها الطائرة النفاثة، حركة القوارب بالتجديف، الصواريخ، المشي على سطح الأرض، وهذه مجموعة من الأمثلة. ممكن خلصنا هذا الدرس بأنه يكون واضح لكم، هي مجموعة من القوى من الأمثلة على قانون نيوتن الثالث في الطبيعة، بتمنى تكونوا استفدتم من هذا الدرس.